السلام عليكم، أنا منال هانيتك، أقدم بودكاست أثر، صوت يتحدث معك وعنك عن مواقف ومشاعر مررت وشعرت بها. موضوع هذه الحلقة بعنوان أعمارنا. عندما كنت صغيرا كنت تسأل متى سأصبح كبيرا؟ متى سأصبح بعمرك يا أبي وبعمرك يا أمي؟ واليوم بعد أن عرفت الحياة وقسوتها وصادفت ما تحب وما لا تحب ورأيت حقيقة الأمور، تتمنى لو تعود طفلا من جديد بأفكارك العفوية البسيطة. عام يليه عام، تستقبل التهاني والاحتفالات بيوم ميلادك الجديد، هذا اليوم الذي يمر فيه شريط ذكرياتك في أعوامك السابقة. تضحك تارة وتبكي تارة أخرى، وحدك تعلم كيف كانت تلك الأعوام. انتصارات كثيرة حققتها لا أحد يعلم عنها سواك، ليال طوال سهرتها ما شعر بها سواك، مواقف كثيرة عشتها لتسأل نفسك يا إلهي كيف تحملت كل هذا، ويأتيك الجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلفك الله فوق طاقتك وقدرتك على التحمل، فلا تفكر كثيرا. الأشخاص الذين فقدتهم والفرص التي ضاعت منك والصدمات التي عشتها ستجد العوض عنها في أيامك وأعوامك القادمة. ربما تأخر الخير، لكنه حتما سيأتي في وقته المناسب، فلتجعل القادم من أعوامك بداية لإشراق روحك من جديد، وثقة كاملة بأن ما هو مخبأ لك هو الأفضل. ركز دائما على ما هو قادم لا على ما مضى. لا تدفن نفسك في الماضي ولا تخشى من المستقبل، واصنع لنفسك حاضرا تسمو به حتى بعد وفاتك. لا تكن من الكثيرين الذين أتوا، ولكن كن من الأقلاء الذين تركوا الأثر. ولا تقل بأن العمر ضاع، بل ابحث عما يروي هذا الضياع، فيقاس المرء بأعماله لا بأعماره. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي: لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا، ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا، مثل الكواكب في السماء وكالأزهار في الربا. مات النهار ابن الصباح، فلا تقولي كيف مات، إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة، فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة. قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهللة، فيه البشاشة والبهاء، ليكن كذلك في المساء.